الآخر. وبالتالي أعتقد إن احنا هنبقى محتاجين 10 دقايق لتفسيرات كثيرة جدا جدا مع بدء مباراة العودة. المباراة اللي زي دي أنت بتتكلم في نص فرصة. طبعا يعني تستغل نص فرصة. مش أنا بس، الفرود الأصلي هو من يحرز من نصف فرصة. وبالتالي يدعم وجوده ويبقى ثمنه فيه. ده اللي شغال عليه فايلر، سواء بقى مع المهاجمين في مهامهم، مع المدافعين في مهامهم. هو عايز ينتج فريق يثبت أنه هذا هو فريق الأهلي، اللي هو زي ما قلنا كما الكبار عنده ملاءة من اللاعبين لاختيارات وبدائل كثيرة جدا جدا. مباراة زي دي تقدر تقول ان فايلر ممكن يغير فلسفته وطريقه اللعب؟ لا اظن، ولا يعني الناس بتتكلم انه يلعب بثلاث ديفندرات، في اراء فنيه قالت كده، يلعب بليبرو مقلوب وليبرو معدول. هو طبعا هو اكتر واحد على درايه بالشكل والطريقه اللي يلعب بيها، بس الناس بتتكلم بس فكره التحليل والرؤيه والتوقع. مؤكد لا رؤيه الا لفايلر، لا رؤيه الا لفايلر. طبعا. احنا بس نبدا نقول كل واحد يمسك ورقه وقلم اللي ليه في الموضوع، يعني عشان يحلل مثلا ال 45 دقيقه الاولى زي ما قلت لك، بعد من 5 ل 10 دقايق، يعني الساعه 3:10 كده تبدا تشوف كأحد العاملين او ايدك في العجين الكروي، تبدا تشوف الحكايه رايحه فين. لكن مش هيعمل هو حاجه غريبه على التيم بتاعه، مش هيلعب فجاه بثلاث ديفندرات ولا بليبرو حتى لو مقلوب، مفيش حاجه اسمها كده. لكن الناس بتقول انه ياسر ومحمود محمود ياسر ابراهيم ومحمود متولي، ممكن يبقى قدامهم كمان رامي ربيعه، او رامي وياسر وقدامهم متولي في نص الملعب، وقدامهم متولي برضه. ده في الاخر حسبه مختلفه تماما بالنسبه للسيد فايلر. يبقى كده هل هو عايز يأمن نص الملعب؟ طب ما هيفكر كثيرا انه الراجل منافسه هيبقى يقول لك ده جاي ايه يدافع، فانت بتدي له فرصه ان هو كمان اول تغيير يعملها يمكن يشيل ديفندر وينزل فيرود اضافي. لا، الحسبه زي ما قلت لك تحتاج ل 10 دقائق من بدء المباراه. بص المفاجاه دي ممكن كلها علاقه بالتشكيل. نتفاجئ مثلا بوجود الكابتن سامي او الكابتن سيد في التشكيله الاساسيه. هي بقى خلاص هم الناس جاهزه يعني. لا وبعدين تحس ان هم بيتدربوا على تسديد الكره الثابته يعني. بقول لك اهو بص، لا وبيشرح لهم اللي هو عايزه. استاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس الاداره ومصاحب للبعثه واطمئنان على البعثه بالتاكيد كمان. كل واحد في النادي الاهلي عارف دوره. يعني في مشاهد ربما اخرى تلاقي مثلا اعضاء مجلس الاداره في وسط الملعب ساعه التمرين مش عارف ايه، لا هنا كل واحد عارف دوره بالظبط. دور عضو مجلس الاداره ورئيس النادي كمان وهو من هو بيبو، هتلاقيه في كرسي في قاعده لا شأن له بما يدور الا انه هنا لتمثيل النادي الاهلي. سفر الكابتن محمود الخطيب مع البعثه، الناس بتتكلم طبعا في تفاصيل كتيره جدا وتفاصيل مهمه، لكن في منظور ممكن البعض ما يتكلمش فيه كتير، ان فكره ان مسافر معاك رمز كبير واحد اساطير الكره في افريقيا طبعا، وهو رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه، ده ليه تاثير ايجابي حتى على اللعيب، ان هو كان لعيب وكان نجم كبير، فخبراته كلها في افريقيا اكيد هينقلها للعيبه. مش بس كده، انت بتديني مزيد من الدفء، انت بتديني نموذج الاهلي. كابتن محمود الخطيب الذي يؤمر من الاطباء بالحركه لمده 6 ساعات متقطعه، يذهب فقط في رحله 10 ساعات طيران مباشر. يعني انت بتتكلم في ايه بقى تاني؟ ثم يذهب الى الميران ويحضر الفطار والغداء والعشاء. انت بتديني نوع من الرمزيه تخليني زي ما بيقولوا اكل النجيل. مساله يعني فيها النوع ده من التعامل، مش احترافيه وبس، لا كيف تكون الحاله الحمراء مستمره جيل بعد جيل، ان هناك عيله النادي الاهلي بس كل في منحاه. وبالتالي في بعض اللاعبين في جولات في الفندق قد يسأل كابتن محمود الخطيب عن اشياء هتلاقيه حكى له حكايه خرجه من كل القلق وكل اللي هو شايله من توتر. ليه؟ لانه زي ما انت قلت هذا هو احد رموز القاره السمراء كامله يعني. اكيد طبعا اكيد. طيب الجزئيه الثانيه المتعلقه بقى بمستوى صن داونز تحديدا يا استاذ عصام، هل مستواه شفته ازاي في مباراه الذهاب؟ هي فرقه كوره الحقيقه. يعني فرقه ما تخوفكش بالعنف الافريقي المعتاد. وبالتالي لابد ان تكون حذر جدا مع فريق زي ده. مش حذر بمعنى انه هو يحتاج ان تراقبه فقط، لا، لعيبه بقت عندها حاله احترافيه تستطيع انها تبني جمل، بينفذوا كويس قوي قوي. غير كده بقى الراجل موسيماني عاش معاهم فتره، فبقى في ألفة، بقوا عاملين كده زي يورجن كلوب وليفربول. سيبك من الجزء الفني، حاله الالفه بس يعني، ما عدا اخر 3 ماتشات. لا قصدي لا انا كمان من الاصل ما اقصدش يعني في انه رفع مستواهم زي ليفربول، قصدي اقول لك حاله الالفه دي تمام. بالهمسي باللمسي بالنظراتي تلاقيهم بيغيروا التكتيك معاه، وبالتالي لا هي فرقه كوره، واعتقد ده اللي هيسهل على النادي الاهلي مش هيصعب على يسهل على النادي الاهلي طبعا طبعا. منظور ان انت بتلعب كوره وقدامك فرقه كوره، ف يعني الموضوع في ايدك، فلسفه المنافس هي نفس فلسفتك. هتحول الملعب لرقعه شطرنج، اللي عنده خطط اكتر هو اللي هيقول كش ملك. مساله سهله يعني. طيب اوكي، في جزئيه ثانيه متعلقه بقى بتصريحات بيتسو موسيماني، وهي فكره استراتيجيه الخداع بيتعامل فيها من السنه اللي فاتت، وخلاص ابتدت الناس تفهم التفاصيل، رغم ان هو بيتكلم عن واقع على فكره. يعني هو برضه لو ما بين السطور، لو الناس شايفه التصريحات في اطار التنويم المغناطيسي او الافكار اللي بتتقال، وفايلر حتى خد باله من ده وعلق عليه بعد كده، لكن هو برضه بيتكلم في واقع، بيتكلم في قيمه ومكانه نادي كبير جدا في افريقيا، هو نفسه بيتمنى حتى ان يكون احد كوادره التدريبيه في سنه من السنوات. هو عشان يعني يقول لك شيء زي ما انت قلت، فيذهب بالتنويم المغناطيسي للقطه نام دي فتنام، لازم يقول لك كلام حقيقي على طريقه افلام الابيض والاسود زمان بالظبط، لازم يقول لك كلام حقيقي. فهو بيجيب من تاريخ النادي الاهلي وواقعه اللي يفيده في الحوار عشان يتقل، وده نجوم النادي الاهلي. لكن خلاص يعني مش لعبته ولا حاجه، خطته اتكشفت وخلاص، مش هتلاقي اي صدى اخر يعني. هو بدا يلعب لعبه الالفه والطيابه، ها، في انه هم راجعين في الطياره، ما علمته يعني انه ما قعدش مكانه، ماشي يسلم على لعيبه الاهلي وعلى الجهاز ويحكي معهم وكده. ده الدرجه كمان يعني سيارته الخاصه وقت وصول البعثه، كان لو النادي الاهلي كان احتاج السياره في اي شيء، هو كان يعني كان مرحب جدا ان وعرض نفسه سياره النادي، سيارته الخاصه، لو النادي الاهلي او المسؤولين تحت امر الناس يعني. ده انسان يعني محترف، ده طيب الخلق، الاحتراف. لكن انا بقول لك على تغيير تكتيك، وهو بتاع التنويم التغطاطيسي على راي محمد سعد، ان هو بقى بدا يغير دي ليبقى بيني وبينك الفه، فانت تتكلم عنه كويس، وهو يرى انه حين يتحدث عنه مسؤول النادي الاهلي بصيغه كبرى، هي اضافه لسيرته الذاتيه على فكره. قدامنا لقطات على فكره يا استاذ عصام، بص يعني مشهد احمد فتحي، حسين الشحات، محمود متولي بيتعاملوا مع الباسكت في فكره، تعرف زي كره السله، أيوة، اللي هي الثلاثيه والثنائيه، عارف الامور الترفيهيه دي اللي بعد نهايه التمرين بتزيل اي ضغوط عصبيه. قدامنا هي اللقطه، بص يا استاذ عصام، هي خلي بالك بص، فتحي قلشت معاه كتير على فكره يعني. ترفيهيه من ناحيه، ومزيد من الدقه من ناحيه ثانيه، ويزيل ضغوط طبعا. ما انا بقول لك لو في ضغوط ولا حاجه طبعا. الكره يا جماعه مش معركه، انت بتتعامل مع لعيبه محترفه من كلاس ايه يعني، او فئه اولى، وبالتالي كل اللي بيحصل بس انه الكوتشات مع الفرق الكبيره بتخلق اللي حضرتك قلته ده، اللي هو كيف يرفع الضغط عن فريقه، اللي بتنتهي بقى ان شاء الله وهم خارجين من اوضه اللبس بانجوي فوتبول، او استمتعوا بلعب مباراه طيبه. بالظبط كده. هو احمد من اخر ما زي راح جه لغايه الباسكت وحطها بايده بقى. هو الكابتن بقى براحته. بص بقى حسين الشحات والمهاره، انت شفتها قبل كده بقى يا ولد. ان شاء الله باذن الله يكون في المباراه كمان على الموعد ان شاء الله، ويكون جاهز بنسبه 100% هو وكل اللعيبه ان شاء الله. حسين من اللعيبه المتميزه جدا طبعا، ولو بيصادفوا سوء حظ وسوء توفيق اي لعيب في العالم هو بيتعرض